الدعاء، بعدنا عن مسألة أنا كيف أدعو الله. أنا ترى الله يحب الدعاء يا شيخ. أنت لو يجيك واحد مسكين وتقول يقول لك بس كذا والله، وأنت بيدك شيء إنك ما ترده ترحمه. الله ليس كمثله شيء، الغني سبحانه لما يشوف هاليدين يشوف الوضعية أصلا وضعية الأحد. الله سبحانه وتعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال: أإله مع الله، من لك غير الله؟ يعني من لك، من اللي يصلح قلبك غير الله؟ من اللي يفتح لك أبواب الخير غير الله؟ من اللي يقبلك يوم القيامة غير الله؟ قلبك بين أصابع من أصابع الله يقلب القلوب كيف يشاء، بين أصابع من أصابع الله يقلبه كيف يشاء. عشان كذا دائما يا شيخ اللي يبتعد عن الله عليه بالدعاء، أنا دائما أحرص على الدعاء، لأنه كان حال النبي اللهم صل وسلم عليه، بل حال الرسل كلهم، كلهم دعوا فقال الله فاستجبنا. الله يرزقنا الفاء هذه يا شيخ، لكل ما نرفع يدينا نقول يا الله يا ربي قال فاستجبنا. شيخ مشاري، الإنسان إذا قال يا الله ما يردها الله سبحانه، الله ما يرد الله سبحانه عبدا أقبل إليه يقول يا الله يا ربي يا حبيبي. الله يحب الكلمات هذه.